تخلص على طول يعني ما تجيش كده. خش. ايوه يا باشا، هو ده الاستاذ اللي كان بيتعارك مع الاستاذ وليد وكان هيطلع روحه في قده. قلت لك ما تتكلمش غير لما حد يسالك، فاهم؟ انا عامل خاطر للباشا. هو في عرض 5 دقايق بس باشا من فضلك. اتفضل يا معلم الباشا. على طول. وايه الحكايه فيه؟ ابو رحاب عمر يا فندم، كوبايه ميه. حاضر. الراجل ابو جلابيه اللي جوه ده بواب عماره وليد المرغني، فاكره؟ اه ماله هو سيزفت ده اختفى بقاله كام يوم. وليد انا مالي مش فاهم. بعد ثانيه واحده، انت مش كنت مراقبه؟ قلت لك ان انا راقبت يوم ورا ده ما جابتش اي نتيجه، وفي النهايه اختفى. الواد اللي جوه ده اخوه، بيتهمك ان انت اذيته او على الاقل سبب في اختفائه. اه دي بقى النمره بتاعت النهارده. ترى الحوار بدا يوسع. لو بفرض ان هو شغال مع توفيق كان اختفى نهائي، اللي يخليني العب معاك. انت بتسالني انا؟ اوعى تكون شاكك ان انا اختفت الراجل ده. اكيد لا طبعا، بس بفكر معاك. لو هو مش شغال معاه، اللي انت عملته معاه ده اديت فرصه لتوفيق يلعب بيك، والمقدم اللي جوه ده هيحقق معاك ويقول لك ايه علاقتك باختفاء وليد. لان البواب وليد اتهمه بده، فعايزين نشوف اي حل للحوار ده بس بعيد عن موضوع توفيق. لا انا اخش المقدم سالم ده اقول له انا توقفت في كمين يوم 9 في الشهر واتاخدت على شقه وتحقق معايا فيها، وتاني يوم رحت نفس الشقه دي لقيت الاسم وليد وحصل اللي حصل. ايه المشكله؟ ليه ما ينفعش؟ عشان ما فيش اي حاجه تثبت كلامك. ما انت ممكن تثبت كلامي يا عبد الوهاب. ما فيش حاجه رسميه. هتخش جوه تقول له ما اعرفش وليد فين، اللي جرى له ما اعرفش، رحت الشقه بالغلط وحصلت خناقه كده سوء تفاهم وخلص الحوار. ما تحرجنيش، بقول لك زميلي. ماشي؟ ميه يا فندم. ايه؟ ميه. لا اشربها انت. يا ابو عبد باشا. اتاخرت عليك يا سالم باشا، معلش. الدكتور معلش. ماشي يا باشا. قول لي يا دكتور، علاقتك ايه بالظبط بوليد المرغني؟ والخناقه اللي كانت حصلت بينكم دي سببها ايه؟